الاندفاع موفقة سيداتي انساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادريه في العاصمه الرياض لسابع اشواط هذه الامسيه. الانتاج المحلي التكافؤ من 0 إلى 65 مفتوح الدرجات. انتاج الثلاث سنوات تتنافس على مسافه السفن فولنج مسافه 1400 متر. يتقدمهم من المسار الداخلي هنا ايزي هورس وكذلك المطارده ميني هقوي في ثاني المراتب وكذلك الحضور لارتفاع في المرتبه الاولى الان من المسار الخارجي 400 متر الاولى ب 25 ثانيه. فهري هنالك يطارد في المرتبه الخامسه وهنا الحضور ايضا لمفراصة في المرتبة الرابعة. هنا يتقدم في المرتبة الأولى تتقدم ارتفاع ويتقدم ارتفاع من فريس ديفنس مع ريكاردو فريرا بفارق 3 أطوال عن أقرب منافسي إيزي هورس وكذلك الحضور هنا لفهري في ثاني المراتب 800 متر ب 49 و58 جزءا من الثانية. ابن فريس ديفنس ارتفاع في الحضور الخامس له يبدأ بتوسيع الفارق مع المنعطف الأخير. هنا يبدأ الآن مع المنعطف الأخير قام بالتبديل الحضور لفهري وكذلك مفراسة وهنالك من المسار الخارجي ايضا قادمة مخطامة مع درب التمياط والمطاردة لا تزال جارية من فهري ولكن ارتفاع يبدأ الآن بتوسيع الفارق مع الون فور لونج الأخيرة. هل من انقضاض؟ هنا الانقضاض ايضا لشطحة في الامتار الأخيرة والقدوم لمدراك مع نايف العنزي. الرمية الأخيرة بين شطحة ومدراك مدراك على خط النهاية بالرنج في فرب الشعار السيد خالد سليمان محمد بن سعير تدريبات المدرب محمد فنيس وقيادة الخيال نايف العنزي على خط النهاية مدرك إلى الانتصار الأول في سجل